بعد انتهاكها، يعني هذا الانتهاك الذي قامت به بحق الأورينت هو طبعا احد الانتهاكات المتتابعه منذ 2015، منذ ان دخلت الى جبل السماق وقامت بقتل اكثر من 20 مدني، قامت بتغيير، طبعا قامت بتغيير طقوس دينيه، يعني لم تحصل في التاريخ السوري ان تقوم جماعه سوريه بتغيير معتقدات او طقوس دينيه لجماعه اخرى، وهذا ما فعلته جبهه النصره في جبل السماق. يعني هذه تعتبر جريمه. وانا احد الاشخاص عفواً اللي للمشاهدين لورا، ستتحدث هنا عن الطائفه الدرزيه الكريمه ام عن من؟ طبعا نحن نتحدث عن دروز جبل السماق، عن 18 قريه التي كانت الى زمن قريب فتحت بيوتها الى لجميع المعارضين، فتحت بيوتها للثوار، لعائلات الثوار، ورفضت ان تنضم الى طبعا الى ميليشيات اسد، او رفضت ان تحمل السلاح لقمع المظاهرات منذ 2011. جاءت جبهة الجولاني، وكلت احد التوانس التي تم اغتياله في 2021 او تم قتله في 2021، قامت بتكليفه وقام باطلاق النار على اكثر من 24 مدني بين طفل وامرأة ورجل.